سيزون 3 من واي اس مايند سيت. انا متحمس جدا يا جماعه ل 2024 وفي مفاجآت جميله جدا 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 جدا. بس قبل ما نتكلم في 2024 تعالوا نرجع ل 2023. 2023 كانت حلقات جميله جدا، وصلنا تقريبا لفوق ال 15 مليون مشاهده على اليوتيوب بس، وعلى السوشيال ميديا جبنا فوق ال 70 80 مليون فيو. ده في فيديو واحد جاي فوق ال 20 مليون فيو او 30 مليون فيو، فحاجه جميله جدا. دلوقتي احنا وصلنا ل 159 الف سبسكرايبر على اليوتيوب، وعلى السوشيال ميديا تقريبا على الفيسبوك 900 الف، وعلى صفحه الانستغرام فوق ال 100 الف. فبجد يا جماعه احب اشكركم عشان ده منكم انتوا. والحمد لله برضو بره البودكاست عملنا نجاحات جميله جدا، وعملنا شراكات جديده عشان البودكاست. في ناس جت وكانوا عايزين يجوا نشاركهم ونفتح معرض مع بعض، وفعلا فتحنا معرض دوبامين، معرض موتوسيكلات مراكب، وفي سيرفيس للموتوسيكلات وبيع جتات. اللي انتوا عايزينه موجود في دوبامين، ابقوا روحوا اتفرجوا على الصفحه بتاعه دوبامين اندرسكول ديلرشيب. والحمد لله في شركاتنا كبرنا، والفي سي ان بقى فيها اللي هي فيرتشوال كورسز ناو بقى فيها فوق ال 50 الف طالب عليها. الكورس بتاعي فيه فوق ال 7500 واحد واخد كورس الماركتنج، وان شاء الله نكبر فيرتشوال كورسز ناو في 2024. بس زي ما انتوا عارفين 2023 كانت سنه صعبه جدا. اللي حصل في فلسطين ولسه بيحصل في فلسطين كسرنا كلنا، ووقفنا وقفني خالص. قعدت واقف 5 شهور مش عارف اعمل ايه، مش عارف ازاي نقدر نساعد فعلا، عشان حسينا ان كل المحاولات اللي احنا بنعملها ما جابتش فايده. فاحنا قررنا ان احنا الحاجه اللي احنا نقدر نعملها الحاجه اللي في ايدينا. خدنا استوديو جديد عشان نركز على الميديا في 6 سيتس مختلفه، عشان نقدر نعمل كواليتي احسن ونركز على شركاتنا كلها، بالذات في البودكاست بتاعنا. البودكاست بتاعنا في 2024 هيبقى اقوى بكتير، وهنركز فيه، وهقول لكم ازاي هنقدر فعلا نساهم. واحنا بنساهم بطريقتنا في الحاجه اللي احنا بنعرف نعملها. هنقدر نساهم ازاي؟ هنقدر نساهم ان احنا هنجيب جيست عشان نتعلم ازاي نقدر نبني شركات، ونقدر نبني ميديا قويه جدا 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 ان احنا نقدر ننافس في العالم. فان شاء الله هنقف كلنا مع بعض. ان شاء الله 2024 هتبقى سنه احسن لينا كلنا، بس لازم نشتغل اكتر بكتير، لازم نحط اهداف اعلى بكتير، ولازم نشوف احنا هنضحي قد ايه عشان نقدر نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. كلنا لازم نضحي يا جماعه، والحاجه دي مش هتحصل في خلال سنه او سنتين او حتى 5 او 10. لازم تفكر في المدى البعيد، لازم تفكر انت ازاي هتقدر تأهل نفسك في خلال ال5 سنين الجايين دول عشان تقدر تفتح الشركة اللي انت بتفكر فيها. او لازم تفكر انت ازاي شركتك ممكن توصل في ال10 سنين ال15 سنة الجايين ان هما يقدروا يبقوا على ستوك ماركت في امريكا، يبقوا من اعلى 500 شركة في العالم، توب 500 كومبانيز. لازم نبدأ نركز ونحط اهداف عالية جدا، واوعدكم ان احنا هنركز في ده، ان احنا هنركز ان احنا نقدر نديكوا اكتر فاليو نقدر نديها لكم من الجست اللي بتيجوا. واول جست هيكسر الدنيا وهيدي كميه داتا وكميه معلومات ان انت تقدر تاخدها وتديك الدفع ان انت تبدا حاجه. فاول حلقه هننزلها ان شاء الله لحد الجاي 2 مارس، هتبقى حلقه مليانه 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 معلومات وفاليو. فان شاء الله الحلقه تعجبكم جدا، وهو ده الليفل اللي احنا عايزين نكمل عليه. بس 2024 يا جماعه هتبقى سنه جميله، وسنه فيها امل، وسنه فيها حماس، وان شاء الله كلنا نحقق الحاجات اللي احنا هنحققها، وكلنا بندعي لفلسطين، وفلسطين دايما في القلب. هشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.